بعد ما تابعنا التقرير بنرحب بضيفتنا غالية سعيد دكتوراه بعلم النفس. يسعد صباحك غالية. صباح الخير وصباح الشغلات الحلوة وصباح الإيجابية وكل الشغلات الحلوة إن شاء الله يا رب تتمنوها أكيد تكون موجودة معنا. أكيد يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. الفحوصات مثل ما بيقولوا على البواب 10 أيام يبلشوا فحوصات التواسع والبكالوريا. تمام. خلينا نحكي بهالمرحلة عن قلق الوقت، نعرف عنه بشكل أكبر ونعطيهم أكيد الحلول بعد شوي. تمام. هلا اولا اكيد نحن بدنا نتمنى لهم الهدوء، بدنا نتمنى لهم السلامه. الموضوع هو اذا بدنا نحكي كيف في قلق اجتماعيا كثير مهول وكثير كبير، واكيد نحن بدنا نكون كثير مراعين لنفسيه اي طالب عم يتحضر لشهاده انتقاليه، لانه للاسف في كثير ناس ممكن تهول على الموضوع زياده عن اللزوم، فبيفوت العامل النفسي بهذا الموضوع فبيكبر الوهم اكثر من اللازم. فاول شيء نحن بدنا نتمنى لهم الهدوء، بدنا نتمنى لهم السلامه، اكيد بدنا نتمنى لهم انه يوصلوا للمرحله اللي هن بدهم اياها بحاله نفسيه. قلق الوقت كثير المصطلح حلو وكثير رح تسمعيه هلا بين هدول الاشخاص سواء بالعائله او بيناتهم هن كطلاب، ما عم لحق، ما في وقت، ما في وقت، شو بدي اعمل، خلص النهار، خلص النهار. وللاسف يمكن هو بيصير بحاله نفسيه بيشعر انه الساعه عم تمشي اكثر من وقتها المعتاد، يعني انه اكيد فجاه بيكون الصبح فجاه بيخلص النهار وما عم يعمل اي شيء. طبعا العامل النفسي هون مدمر بالنسبه لهون، وللاسف برجع بقول لك المجتمع برا بيرش لهم دائما رشه هيك فوبيات كثيره كبيره، فبصير في عندهم حاله من الخوف وحاله من الخوف المرضي، ممكن توصل معهم حتى لاحساسات جسديه انه يصير في عندهم حاله من القلق. كيف بدنا نتعامل مع هذا المفهوم؟ اولا دائما بيقول لك اذا بدنا نحكي عن الحاله النفسيه فالوقت اللي بيكون صباحا فيه حاله من الايجابيه كثير عاليه، فعلا الحدا يلي بفيق الصبح وبيدرس بفتره الصبح بيلاقي انه الوقت لسه عم يكون في معه، يعني في معه اطاله اكثر، في معه وقت اكثر، هي اولا. ثانيا اللي بيتعامل مع مصطلح قلق الوقت بالايجابيه فبيلاقي انه الساعه هي عم تمشي ما عم تتغير، بس بيلاقي مفهومه للساعه تغير. يعني حاعطيكم مثال، لما بنكون نحن ناطرين موعد وكثير متحمسين له كيف يمشي الوقت؟ بسرعة كثيرة، مو طبيعي، لا لا بطيء بطيء وعمهل، وامتى بتصير الوقت وكل شوي بتطلعي على الساعة، هي الساعة ماشية ماشية. أما لما بتكوني قاعدة بمكان وكثير مبسوطة وما بدك الوقت يروح كيف بيمرق؟ بسرعة بسرعة فظيعة. اليوم اللي عندي شيء لا بيمرق الوقت بسرعة كبيرة، يعني إذا كنتي سعيدة ومبسوطة أي. أما إذا كنتي متوترة ومتضايقة غالبا وقت بنكون عم نعمل محاضرات او عم نحضر حدا ما بتخلص المحاضره، هي اهم شغله، بننام وبنغفل وبنصحى بنضل نطلع على الساعه بتلاقي انه كل خمس دقائق هن عباره عن خمس ساعات عم بيمروا. الموضوع هو العامل النفسي، مدى محبتك هو اللي بتنعكس على الحاله الايجابيه، الساعه فينا وبلانا هي ماشيه وما بتوقف على اي حدا. أكيد. نجي للطلاب، اهم شيء اذا بدي احكي مع الطالب قبل ما احكي مع اهله فبقول له انه ما تاخذها انه هي عم تمشي عكسك، لا امشي انه هي عم تمشي بوقتها الطبيعي وانت لازم تمشي معها بالحركه الطبيعيه. دائما يمكن اقول له انه عندك وقت، عندك وقت، ما تخاف، ما تتوتر. بس في من الطلاب اذا قلتي لهم عندك وقت والله بتروح حلوه كثير حلوه، انه عندك وقت بينام بيطلع بيتسلى بياخذوا راحتهم يعني بالوقت. مين عم بتقولي عندك وقت؟ تمام. احنا بنرجع بقى لعبه المصطلحات مع الشخص اللي بيقدر تعريف المصطلحات. في شخص اذا قلتي له عندك وقت بيستمتع بشد اكثر، في شخص اذا قلتي له عندك وقت يلا انا رح اقوم نام ساعتين وارجع، معناتها ما دام عندي وقت. انا حسب يمكن الشخصيه، حسب الشخص. بقى كل حدا هلا عنده طالب عم يتحضر لمرحله انتقاليه، اول شيء بقول له بعد لي شوي دراسه، جيب لي هذا الشخص، شوف لي شو طبيعه الفيزيولوجيه النفسيه تبعه، شو طبعه، هل هو شخص مثلا ايجابي او سلبي، اول شيء كثير مهم، شو مفهومه للوقت، اهم شيء اساله شو الوقت بالنسبة لإلك؟ بس يمكن غالية هذا الحكي مو هلا، مو باقي 10 أيام للامتحان، يعني هذا يمكن لازم تكون شيء يربى نربيه مع أولادنا على أهمية الوقت وإنه يعرفوا كيف يمشوا فيه بشكل صحيح. ولكن اليوم دائما بيقولوا إنه قلق الوقت بيروح بتنظيم الوقت، يعني إذا بيتعلم الشخص كيف ينظمه فيمكن هذا القلق بيتبدد شوي شوي وبيختفي. خبرينا اليوم نحن باقي 10 أيام للامتحانات، كيف بيقدروا ينظموا وقتهم الطلاب، كيف بيقدروا يشتغلوا فيه بالشكل الصحيح؟ تمام. اولا اخر دراسه بتقول اذا بدك تطلع بانجاز صح ما لازم تدرس بال24 ساعه اكثر من ال12 ساعه. في كثير ناس للاسف هلا بتفوت بانه خلص من اول نهار لثاني نهار، هذا اكثر غلط، لانه الدماغ لازم ياخذ مرحله لحتى يقدر يفلتر المعلومات ويحولها على الذاكره سواء قريبه او بعيده وحسب الاهم.
تمام. فأهم شيء لازم ناخذه 12 ساعة ما بتجي ورا بعض، لأنه في عنا طاقة، في عنا قدرة، في عنا فروقات أكيد. فردية، يعني ممكن ياخذ 3 ساعات، ياخذ بيناتهم بريك أي ساعة، ممكن ساعة ونص ما في مشكلة، بعد منهم بيرجع بيسحب كمان 3 ساعات متواصلين، كمان بيرجع بيزود فترة الراحة، ممكن ياخذ ساعتين كمان بعد منهم 3 ساعات. أما في أشخاص كثير بتقول له فوت على غرفتك ما بتطلع لتاني نهار لحتى تخلص كل شيء، ما تصدقي إنه بيقعد قاعدة واحدة، لانه مستحيل، ما بيقدر ابدا. مثل ما حكيتي بصير في شرود. طب اكيد 12 ساعه بنقسمهم على 3 ساعات، وطبعا حقه فيهم ينام، حقه يطلع، وحقه ياكل، وحقه يمارس هوايه اللي بيحبها بوقت قصير. طبعا اكيد. غاليه كمان انت كملي فكرتك، ولا بدي اقول لك كمان انه هون على شغله بالاهل بيخوفوا الطالب، يعني هذا الشيء قد ايه بيصير انه بيخوفوه، يعني انت اذا ما جبت علامات هيك بده يصير، انت اذا ما مثلا ما فتت هذا الفرق اللي نحن مثلا بنحبه حيصير معك مثلا هي القصه. فهذا الخوف لحاله قديش هو سيء وقديش سلبي على نفسيه الطالب. وكمان بدي احكي على الثقه بالنفس بالنسبه للطالب قد ايه مهمه، وبهالوقت انه تعطوه كلمات تحفيزيه، تعطوه يعني بعده القصص السلبيه عنكم وخلوا بس دائما كلامكم ايجابي. اي اكيد. الفكره اللي عم تحكيها كثير كانت حلوه، انه كيف نحن عم نتحدث معهم على قولة انه تعرف انه للاسف في كثير ناس او اهل بتوصلوا فكره انه انت اذا ما قطعت مرحله الشهاده اللي هي موجوده فانت انتهت الكره الارضيه بالنسبه لك، وقف اختصاصك، وقفت مجالات العمل اللي انت فيها، واذا ما طلعت اكثر فكره للاسف بيقولوا عنها الاهل شو بدي احكي قدام اهلي، او شو بدي اقول للعالم، او شو بدي اقول لقرايبي، او ابن خالتك، ابن عمك شو شاطر، أو وانت المقارنه. انا للاسف في كثير ناس بيهمها فكره انه شو بدي احكي لبرا، ما بيهمني هذا الشخص اللي قاعد شو عم بيصير فيه. رجع لكم المجتمع بيعمل فوبيات كثير كبيره خاصه لطلاب الشهاده، لو نحن بنتعامل معها على انه هي مرحله انتقاليه، اوكي مهمه بس هي مرحله انتقاليه. في كثير ناس كانت بمراحل كثير توب ووصلت لمرحله وقفت تماما، لازم نتعامل معها بهي الطريقه، اقل شيء بنخفف. يعني احنا على مبدا اذا بنشوف طالب بكالوريا طالع من البيت قاعد عم تحضر تلفزيون عم تاكل، معقول نايم لهلا؟ انه انا ما بتتخيلوا قد ايه حرام، قد ايه بيجونا عم يبكوا، لدرجه انه بتتخيلوا انه في حالات هلا عم تحكي معنا عم تسجل حالات انتحار، بتقولي انا قايم انتحر لانه انا خايف من الفحص. لا ان شاء الله الله يبعد عن كل الطلاب، يعني عم تراود الفكره قد ما بيكون في عندهم ضغط. طبعا هي سلبيه، يعني يمكن وهي سلبيه من المحيط فينا نقول طبعاً. بشكل اكبر. فهلا اهم شيء نحن اذا نتوجه لهم خلال هالفتره الباقيه اللي موجوده، اول شيء رح نقول لهم انه رجاء التلطف بالفاظنا بكفي برا الخوف اللي عم يبثه الاطراف من المجتمع او الناس اللي عم تحكي فيها. طبيعي انه ياكل ويقوم ويتحرك ويطلع من البيت، طبيعي جدا. طبعاً. اهم شيء الفروقات الفرديه يا جماعه، لانه انا اللي بقدر احفظه بساعه يمكن انت تحفظيه بنص ساعه. صحيح. فهذا الشيء راجع لك، اكيد لازم ندير بالنا عليه. في نقطه كثير مهمه، في كثير اشخاص بتحاول انه هي ما تجمع الاطفال مع بعضهم يخليهم يدرسوا مع بعض، لا، اخر دراسه بتقول لك اذا بدك تعمل له تحفيز خاصه باخر فتره روح اطلب من الرفقات اللي انت بتوثق فيهم انهم هن ايجابيين خليهم يجتمعوا مع بعض لتبادل المعلومات. تمام. اولا بحس بقيمه الوقت وبالانجاز، ثانيا ما بيشعر انه هو قاعد ضمن قوقعه سوداء لحاله وانه انا لحقت او ما لحقت، فبيخف عنه التوتر. لانه وقت بيخف عم يدرس مع 4 أو 5 أو 3 فانه خلص توزع الوقت، يعني طلعنا سوا، بحس بنوع من الامان وبنوع من الاستقرار. عليا كمان يمكن انت ذكرتي موضوع النوم، تحديد ساعات النوم بشكل يومي وتحديد ساعه يوميه للنوم قد ايش هي بتساهم بتنظيم الوقت؟ قد ما بتتخيلي، اكيد لازم حتى ينام اقل شيء لازم ياخذ 6 ساعات، هدول اقل شيء. هلا تمام تحديدهم عنهم، اي لازم نحددهم بس بطريقه انه كيف بدي اقول لك، انه لما بكون نايم وتعبان مو انه يلا قوم لازم تدرس، اكيد لا، لانه لما بكون الدماغ او ساعه معينه راحة. انا قصدي انه بساعه معينه لازم يكون النوم، بساعه معينه لازم يكون الاستيقاظ، هذا الشيء بيساهم بترتيب الوقت خاصه بهاي الفتره، لانه الدماغ بهالفتره اذا تعلم انه في وقت للنوم وفي وقت لحتى انا ابدا فيه معلومه فبيرتب المعلومات بناء على هذا الاساس. هلا انا بدي اعطيهم شغله كثير مهمه، نصيحه اخيره انا جربتها شخصيا لما كنت عم بعمل مقدمه بالجامعه، دائما ربط المسير بالاستجابه او باي شيء ما بتتخيل قد ايه بيساعد. انا بالإيد. لما بتنسوا اي معلومه او خايفين انكم تنسوها في عندكم كذا حل، يا اما ممكن تاكل علكه وانت عم تحفظها،
لانه هذا الشيء بيرتبط مع الدماغ بحركه، او ممكن تحط ريحه بارفان انت بتحبها وانت عم تحفظ او عم تقرا هاي الفقره كمان الدماغ، ولما بتروح على الامتحان بتحط نفس الريحه لانه بصير الدماغ بيربطها. ما في عنا هدول الاشياء كلياتهم اللي بنقدر نتعامل باصابعنا. في عندي شيء كثير صعب وما عم بقدر احفظه، ممكن امسك اصبعي من هون او اي مكان اي شيء بضرب بضغط عليه لحتى يصير في الم. هلا اذا بتعملي هيك شوي بتحسي في الم، وانت عم تحفظ لتتاكد انه حفظت وصار في تمام منفكها. لما بترجع بوقت من الامتحان بدك تتذكرها، مجرد ما تضغط على مكان الالم بيكون ارتبط مع الدماغ، بصير بيعطيك انه المسير صار في الم، بتقدر تحفظها بشكل اسرع. اكيد انا جربتها وقت الجامعه وحملت رفعت اخر ماده على هذا الاساس. يلا الحمد لله، ان شاء الله هي التجربه بتنجح مع طلابنا. نشكرك كثير غاليه.